عامر كلمنا ليش، شنو سالفة قصة العصير وبيع العصير وانت عند الدوار وقاعد تبيع العصير بدينار، وانت يعني يمكن انا عجبني وانا عزة نفسك وكرامتك، يمكن البعض يبي يدفع لك زيادة، في البعض يمكن ما يبي ياخذ العصير او غيره، انت كنت ترفض تقول ان هذا العصير قيمته دينار انا قاعد ابيعه لمسألة تكاليف علاجي، كلمنا عن ليش سويت هذا الامر. على هدف الفكرة ان تكون مقصودة مقصودة توصل رسالة. عليك نور. اوصل رسالة. فبنفس الوقت نات وايد يعني يحرجوني يعني كويتيين طيبين طبيعتهم وايد فزاعة. وايد تخيل صحيح عفتلون يعني حتى ما انتقع كلهم قاموا معي تجاوبوا وياك تجاوبوا وياك فحبيت اني اوصل رسالة انه لا توقفوا علاجي وانا ابي اكمل علاجي مو مرحلة جديدة ابي اكمل علاجي. انت قبل كنت تعالج عامل؟ انا قاعد كنت اتعالج على حساب الدولة على وزارة الصحة على حساب الدولة نعم. وبعدين وقفوا علاجي ليش شنو السبب؟ ما ادري شنو السبب هذا ما ادري ما هو في اللي جاي كان يحتاج كنت تحتاج الى استمرارية في العلاج؟ ايه عندي برمجة وعندي عادة سهلة للسمع والنط عرفت شلون؟ أنا صار لي 8 شهور ما عندي قوة مفهوم الصوت. فهمت الفكرة؟ إنه هو مؤخراً سمع يعني. لأن أنا معتمد على لغة الشفايف.